أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم يعني معنا أخونا أبو الحكم في آيات إرهابية، وقبل ما نبدأ بس بالبداية خلينا نرحب فيه وأرجع لكم أصدقائي. أهلا وسهلا فيك أخونا أبو الحكم. أهلا بك أخوي جان، وأرحب كل المشاهدين اللي يشاهدونا. بس أنا ردت منك تغني الأغنية اللي قبل اللايف. هو دندني دندني ليست تغني يعني. قل لي يا حلو منين الله جابك على كل غزل جرح قلبي من عذابك. لا تسولف زين. على كل أصدقائي أحبابي، نور عيني، ضي ضنايا، ما بعرف شلون بقولوها هذول. على كل، بدي احكي بموضوع سوينا قناه للملحدين، يعني هو بدنا نعمله اكبر تجمع للملحدين الناطقين باللغه العربيه اللي موجودين بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، قناه على اليوتيوب. ف على كل انا راح احكي فيه باخر الحلقه، بكون اصدقائنا كلهم التموا يعني مثل ما بقولوا، كنا اكبر عدد يشاهدنا، وبعدين بالتسجيل بين الاصدقاء اللي بيشاهدونا بعدين. على كل الرابط، طبعا القناه الجديده سميناها شبكه ملحدين الشرق الاوسط وشمال افريقيا، موجود تحت الفيديو وانا راح احطه تحت كل فيديو، وهو عباره عن تجمع يعني كل الملحدين، انا الاخ رياض، الأخ ديفيد، سال، ومجموعة أخرى، الأخ سامي، ومجموعة أخرى من الأصدقاء. يعني حاليا نحن هالكم واحد، ولا راح ينضاف أكثر من صديق؟ يعني أنا بعث لك كم صديق حتى يشاركونا في القناة وتصير قناة موحدة لكل الملحدين الناطقين باللغة العربية. على كل، خلونا نبدأ بحلقتنا مع آيات إرهابية، ومعنا ابن كثير حتى يرهبنا بآياته الإرهابية. تفضل ابن كثير حبيبنا. شكرا. طبعا احنا اخذنا السلسلة مالت الآيات الإرهابية، وشوفنا في كل حلقة انه مدى العنف اللي يوصل به الدين الإسلامي بقيادة محمد ابن لا اعرف من. ويعني شفنا الصعوبات اللي واجهوها الشعوب من وراء هذا الهجوم الإرهابي في كل مكان. المهم كان عندهم يملوا خزائن الدولة الإسلامية مثل ما يقولوا، وينقلوها بالجمال، الذهب والمصاف وكل شيء، ينقلوها إلى مكة الحافية يعني. وصلنا اليوم إلى راح نبدأ بسورة محمد. اليوم أعتقد آيتين راح نسوي إذا في مداخلات الأخ جاني قررها. نبدأ بسورة محمد الآية 35. يقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. قال لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم أي المهادنة والمسالمة، وضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم. يعني هنا شوف يبين لنا أنه يعني لما تكون قوي ما تدعي إلى السلام، لأنه يعني إذا دعيت إلى السلام معناته أنت انقضى عليك، يعني اسحب اسحب كل زحف. يعني هنا يشوف لك المدى العطش للدم والتقدم إلى الأمام لما شافوا نفسهم أقوياء. ولكن في الآيات البدائية كان يقول: لكم دينكم ولي دين، دعك من أذاه، يعني كأواية آيات يعني تدل أنه خايف مسامح، إذا خاضوا في حديث خوضوا في يعني لا تجلسوا معه حتى يخوضوا في حديث غير، وهكذا من هذا الكلام. بس لما صح حس بالقوة وشاف نفسه قوي، الإله
كأنه إله مجند، إله إنسان ده في هجوم على الناس البسطاء الأمناء في بيوتهم. والله شنو أوصل الدين؟ أوصل الدين بهكذا طريقة، بهكذا طريقة إجرامية. المهم بعدين يقول فلا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون في حال علوكم على عدوكم، فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فعل محمد حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى صلح، دعوه إلى صلح وضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجاب محمد إلى ذلك وقول هنا لما محمد شاف نفسه ضعيف، يعني شوف الإله يخطط مع محمد أو محمد يخطط إله الخيالي إنه أنا ضعيف خلاص أسوي معاهدة صلح وشغلات وعادي. هذا إله يعني مثل ما بقولوا إله فلتة، يعني بيخطط للكافرين اللي هو خلقهم، وهو بيعرف شو في نفوسهم ببرك يخطط لهم ويسوي لهم مؤامرات. يعني المؤامرات موجودة عند إله الإسلام من اللوح المحفوظ، يعني منذ الأزل. تفكير بشري يا أخوي جان، تفكير بشري واضح، يعني إنه أنا ضعيف راح أعمل معاهدات وكل شيء. بس لما هو أصلا شنو نقض المعاهدة؟ يلقي أي حجة، يعني أي واحد كح قدامهم يقول له هذا كح قدامنا، خلاص نقضت المعاهدة. يعني هو كان منتظر يصير قوي، ولما يصير قوي مثل ما يقول يحرق الأخضر واليابس. يعني المهم عمل الصلح هذا، وضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجاب محمد إلى ذلك وقول الله والله معكم فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء، ولن يتيركم أعمالكم، أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا والله أعلم. يعني يوعدهم على أساس أنه إذا صبرتوا الله راح يكون وياكم وراح يساندكم، ودول البسطاء الجهلاء يصدقوا كل شيء يقول لهم محمد. هاي كانت حسب ما قريت من تفسير ابن كثير هاي الآية الأولانية. عندك آية أخرى في سورة البقرة الآية 191، هذا شوية مهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قول الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله ويكف عمن كفه عنه حتى نزلت سورة براءة. يعني هنا يقول لك بوضوح كان بس يقاتل اللي قاتلوه، يعني الدفاع عن النفس مثل ما قلنا جهاد الدفع. يعني هو أصلا مو جهاد الدفع، لأنه هو أصلا سطع عليهم بالبداية في معركة بدر، يعني اللي سببها صارت معركة، واعتبرها كلها بعد دفاعية. بس بعدين هنا يقول حتى نزلت سورة براءة وكذا، قال عبد الرحمن لما جتني سورة براءة يعني خلص براءة من الله ورسوله، يعني خلص انت بعد اطلق يده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم حتى قال هذه منسوخة بقولي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي هذا نظر، لان قوله الذين يقاتلونكم انما هو تهيج واغراء بالاعداء وإغراء بالأعداء الذين همهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، كما قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني وين ما تلقي المشرك
كتلة رايح لازم استار الكعبة، يعني على صدق شيء مهم يعني استار الكعبة، وكله كان مليان أصنام والحيوانات تشخ بصفه يعني. يعني إذا كانوا ماسكين استار الكعبة تقتلوهم، يعني وين ما تلقوهم اقتلوهم، داخل بيت القتلة وين ما يصير، برا أي مكان تجي، يعني حتى لك حق تغدر به في سبيل انه تقتله، يعني مو متكذب مثل ما شفنا بعض الايات انه كيف قتلوا كعب بن اشرف بطريقه يعني جدا خبيثه، وسووا خطه كامله واغروا الرجل وجاءوا وقالوا له شو الريحه اللي عندك الجميله وما اعرف شنو، وغطى راسه وخلي نشمك وغطي راسك، اول ما غطى راسه وضربوه بالسيف على راسه. هي حكمت هي حبيبنا ابو الحكم، اسف، يعني هي طريقه الغدر. الغدر موجود في 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 صميم الاسلام، يعني ما بننسى حديث المعاريض وحديث البقيه والقران والتقيه والقصص هي اللي تسمح للمسلم يكذب ويخدع وكل شيء في سبيل نصرة دين وحشي، دين همجي، دين إرهابي، دين يعني دين أصنام، دين بشري، دين محمد المليء بالأمراض النفسية اللي سمح بكل هالترهات هاي، حتى وصلت فينا الأمور، صار فينا شعوب كلها يعني أمراض نفسية للأسف الشديد موجودة فينا. تفضل حكمت، أسف للمقاطعة. لا عادي. ذكرتني لما قلت انه عريض انت، يعني يعني سواها نكته سامي البحيري قبل ما يسجنوه، قال له مثلا المعاريض شنو؟ يعني اكو هواي ناس ما يعرفون، يعني في ناس كثير ما يعرفوا يعني شنو المعاريض. المعاريض يعني انت تقول شغله هي كذب، انت تخدع المقابل. مثلا انت ولد قاعد بالبيت وابوه معه، اجى صديق ابوه سال عليه شو راح يقول له؟ قول له ابني، يعلم ابنه كمان الكذب، ابني روح قول له انا مش هون وراح اعلمك الطريقه اللي تقول فيها، انتوا شوفوا على ايدي. يعني يجي مثلا شخص يقول له ابوك هون، الطفل شو يعمل؟ يعمل ايده هيك يقول لي ابويا مش هون. يعني الاسلام البحيري قال له يعني على اساس هو ابوه ذبانه وقاعد على ايده، يعني يعني قال له حتى الحويني هذا الشيخ تلميذ الألباني، شيخ محدثين العصر، يعني بخطبة جمعة وناس آلاف كانوا موجودين، وطبعا الملايين شافوه على التلفزيون، يعني وأنا متأكد أغلب أصدقائنا شافوه، واللي ما شايفه هو طرح مثل عن أحمد بن حنبل، شخص متدين من شخص آخر مصاري فلوس، فوصل النهار انه هذا الرجل اللي مدينه للآخر بده فلوسه، اجى لعنده دق الباب، فالشخص هذا اللي متدين من الشخص الأول عرف انه هذا بده يجي، فراح على الجامع عند ابن حنبل، اجى هذا الزلمة دق الباب عليه، قال بدي مصراتي، يعني الزلمة بده مصراته، بده فلوسه، بده يعني دينتك وبعدين. فمرته قالت له راح على الجامع، فحكي له لأحمد بن حنبل، ابن حنبل لسه وقال فكرة ذكية، شوف يعني لآلة تخريجة، قال له تخبى، قال لك جوا الجامع، تخبى جوا الجامع، طرق الباب، هذا اللي بده دينته، طرق الباب، طلع له أحمد بن حنبل، قال له خير، قال له فلان هنا بده مصراته الزلمة، قال له فلان هنا، فتح كفه هيك وقال له فلان هنا، يعني أحمد بن حنبل يقصد أنه هنا بيده، طبعا الزلمة بيد بن حنبل، يعني ولكن شو يعارض، يعني خليه يفكر أنه الكلام اللي عم بيحكي بغير مقصود اللي بقلبه، فأحمد بن حنبل عم بيقصد أنه هون، فالزلمة فهم أنه ما هو هون بالمسجد، المهم أحمد بن حنبل ما كذب إنه ما هو بإيده، هو موجود بالمسجد، ولكن الزلمة فهم إنه ما موجود بالمسجد، يعني شوفوا اللف والدوران، الكذب هذا أحمد بن حنبل، يعني سمعاني بمسند أحمد
مسند احمد اللي من الكتب الصحاح اللي يضرب فيها المثل، واللي يعني الاسلام كثيرين من المسلمين ياخذين اسلامهم من ابن حنبل ومذهب ابن حنبل وبطيخ ابن حنبل، يكذب على شخص يريد ياخذ فلوسه يريد يسترجع دينته من شخص اخر، يكذب بحديث المعاريض اللي عمر بن الخطاب قال عنه يعني ما حاجتنا بالكذب بعد حديث المعاريض. يعني شو فرقت بين المعاريض والكذب؟ يعني انا بس تعرف بس الاسم يعني. تفضل اخي حكمت، انا بدي اروح اجيب كاس مي، انت اكمل، انا بدي اروح اجيب كاس مي وارجع. يعني المعاريض اللي قال عليها محمد حسان قال هي مندوحة عن الكذب يعني، والمعاريض يعني انه تعرض بالكلام، يعني الكلام تعرضه ومثل العجينة تمطها حتى تضيع الحقيقة. وانا اشوف انه المعاريض اسوأ من الكذب، لانه انت هذا جاي تخدع الشخص، انت تعمل شيء حركه معينه مع نفسك تقول له مو هون، يعني معناته شنو؟ يعني هو يعني هو القد حمار يعني يفهم انه ابي عود، يعني انت افهم انه ابي ما عاد على ايدي. بس انا مو قصدي هيك، انا قصدي انه ما موجود، يعني يسموه عمليه خداع واضحه للشخص. وحتى يعني هذا المعارض احد من انواع الكذب، اصلا الكذب الصريح موجود يعني في احد الكذبات الثلاث، انه انت تحق يحق لك انه تكذب على مرتك، تقول لها انا اموت فيك واحبك، واذا تسالك انه انت متزوج غيري تقول لا ومين قال لك وما اعرف شنو. هاي كله بين المرأة والرجل الكذب حلال، وهذا شيء يسوي، هذا يخلي انه المرأة والرجل يصيروا يكذبوا على بعض، ممكن تخونه وتقول له لا أنا ما خاينتك مثلا. فهي الكذب الصريح حتى هذا مسموح به، مثل ما يقول محمد حسان، يقول هي مش طيئة تبص في خلقته وتقول له أنا بحبك بموت فيك، وهو نفس الشيء. يعني هذا يؤدي إلى القضاء على الأمان والثقة بين الزوج والزوجة، يعني هذا كيف يسمحون نفسهم انه هذا الشيء يسوون زوج وزوجة عايشين طول حياتهم مع بعض وطول حياتهم يكذبوا على بعض؟ هاي هذا يكذب على مرته ومرته تكذب عليه. حتى المرأة نفس الشيء مسموح لها، اذا كان عندها رجال وطلع قال مين طلع؟ هاي وحدة صاحبتي، خلاص يكذب براحته يعني. يعني فعلا يعني هذا هو قايله، يعني محمد حسان قال الى حق تكذب على زوجها في سبيل الحياة تستمر، ونفس الشيء الرجل الى حق يكذب على زوجته في سبيل الحياة تستمر. نكمل ال تفضل تفضل اخي تفضل. عندك شيء؟ لا لا بس يعني انت كفيت ووفيت، وحتى سمعنا قصص بانه صدقوني هاي قصص صارت ببلادنا، يعني بمدينة حلب بالذات. شخص وحدة زوجها شيخ، الشيخ وإمام جامع وله صيت بحلب، يعني زوجته بتخونه. كيف بتخونه؟ بتدخل رجل صاحبها إلى منزله على أساس إنه درس القرآن، امرأة عم تدرسها القرآن، يلبس ملحفة وهالباتشاية وهالبرقع ما بعرف شو بيسموه، يدخل على عقر داره، يعني بيمارس الجنس مع زوجته وبطلع أمام عينه على أساس امرأة مستحية ودرس القرآن. فاسمعوا يا أخوان المسلمين ما يحصل بكم من وراء الدين هذا. تفضل أخوي يا حكمة تكمل. أوكي. يقول عن هذه الآية، قال هذه منسوخة بقوله فقتوا المشركين حيث وجدتموهم، وفي هذا نظر لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهيج وأغراب الأعداء، أعتقد هذا قريناه. أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا، والفتنة أشد من القتل. قال يعني على اساس
أما الكذب سامحين به فتنة، يعني إنسان صار أشد من القتل. قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. الفتنة أنا ما يقصد يعني واحد ينقل كلام، يقصد شيء آخر يعني. وقال أبو العالي ومجاهد والربيع عن ابن أنس في قوله: والفتنة أشد من القتل، يقول الشرك أشد من القتل، وقول الله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، كما جاء في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولا يحل إلا ساعة من نهار، وإن ساعتي هذه حرام يحرمه الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرتهم ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال محمد فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. يعني بذلك محمد قتاله أهله يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة، وقتلت رجال منهم عند الخندمة وقيل صلحا لقوله: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. أنا في كثير يعني أصدقاء يسألوني أو يتناقشوا وياي، يقولوا لي: شوف إيش قد محمد رحيم لما دخل مكة سامحهم كلهم. يعني أولا محمد ما سامحهم، لأنه في أشخاص معينين طلبهم، قال: حتى لو تعلقوا يستار الكعبة، هاي معروفة، وقتل أشخاص والشيوخ حاكين عنها باستفاضة يعني. والسبب الثاني انه هو هذا بعد مستقرصه، هذول كلهم من قبيلته واهله واولاد العم، وحتى الجماعه اللي وياه كلهم عندهم اولاد عم، اولاد خال، ابن عم، خاله، كلهم قرابه يعني مع بعض ولا مكه. فاذا عفى عنهم يعني ما سوى شيء زين يعني. وحتى يعني لما أسرهم يعني اشترط عليهم يعلمون المسلمين القراءة والكتابة، يعني هذا لما يعلمون القراءة والكتابة معناته كانوا ناس أمنيين جهلة، ما يعرفون أي شيء بالحياة غير السلب والنهب، ولا حتى نفسهم يتعلموا يعني. ولكن من ناحية أخرى ننظر إنه محمد لما هجم على بنو قريظة ما رحمهم، 900 شخص ويقال أكثر من 1000 شخص حسب الروايات، إنه كلهم أي واحد صار عنده شعر تحت العانة قتلوا بدون رحمة يعني. أنا أقول لك ليش يعني قتل بعضهم في مكة وعفى عن البقية. يعني خلينا نكون صريحين، يعني الجيش الإسلامي مليء بالمهاجرين من مكة إلى المدينة لما رجعوا على مكة، يعني كلهم أهاليهم، هل من المعقول يعني يقتلوا أهاليهم؟ واستسلم الجماعة، استسلموا لهم وخلاص دخلنا بدينك وخلصت الحكاية وهن أهاليهم. يعني يلا مثلا جماعة يهود بني قريظة هذول وبقية اليهود لم يكونوا أقاربهم، كانوا من دين آخر، فما هموا الزلمة، قتلهم كلهم. ولكن إذا بده يقتل أهل مكة يعني بده ينقلبوا عليه أصحابه، يعني فليش يقتلهم؟ لا، اذهبوا فأنتم الطلقاء، واللي راد قتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. فمسألة إنه عفى عنهم هي يعني شغلة تافهة ومهزلة. يعني هل من المعقول سيقتل أهله يعني بعد ما استسلموا؟ يعني هي لأنه أهله أولاد مدينته، أولاد بلده، أولاد قريته، وتبر يعني قرايبين المقاتلين المهاجرين الموجودين يعني. تفضل. مضبوط كلامك، مضبوط. النقطة الأخرى أنه هو بدل ما يقتلهم راح يستفاد منهم، كلهم راح يسويهم مسلمين، راح يصيرون عضد إله، قوة إله، ما يسوون فتنة داخل المكة. إذا هو يخسر من قتلهم، يعني إذا قتلهم راح البقية من أهاليهم راح يسيرون بلبلة، يسوون وهم يحاربون. في حكمة صوتك صار يقطع، ما بعرف شو القصة. يقطع؟ حكمة علوة تطلع وترجع تدخل كمان يكون أحسن، لأنه أوكي. طيب شكراً.
على كل أصدقائي، أنا مثل ما نوهت إنه نحن عملنا قناة لملحدي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورابط القناة موجود تحت بالديسكريبشن. يا ريت تشتركوا فيها، ويا ريت يعني تدعمونا. يعني هل تسكيرة القناة بصراحة أعطانا درس، وكل ما سكروا القناة نحن نرجع أقوى، والقناة هي راح تكون جامعة لكل الملحدين. يعني أنا راح أنشر فيها، الأخ سار راح ينشر فيها، الأخ رياض راح ينشر فيها، الأخ أحمد حرقان، الأخ كريم العبيدي، الأخ كان اسمه رجل الكهف، آسف، يعني الأخ سامي، كثيرين كمان، وراح اتصل بملحدين آخرين ممكن ينشروا معنا. فياريت تعملوا شير للقناة، موجود بالدسكريبشن تحت، حتى نوصل صوتنا لكل الناس. وهالقناة هاي راح تكون قوية جامعة شاملة لكل الملحدين الناطقين باللغة العربية. تفضل أخي أبو الحكم. صوتي هسه أحسن؟ أظن أحسن أظن, أظن أفضل هلأ هيك. ايه الـ 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 يعني هو كان غير مستفاد مثل ما يقول من بنو قريظه، يعني هذول بحياتهم ما راح يكونوا يعني مساندين لو عفا عنهم، راح يرجعوا يحاربوا. فقال لك اخلص منهم واخذ كل املاكهم واراضيهم وش اسمه، يعني شردهم مثل ما يقول، لانه مثل ما يقول الليمونه ما في لما تعصر الليمونه ما فيها استفاده، راسا تكبه بالزباله لما خلصت المي تبعها. رجع خرب الصوت؟ يظهر الصوت مو تمام. لحظه في طريقه اغير فيها، ذيك المره عملتها ونجحت. يعني اسفين اصدقائي على هالخلل الفني. يعني ابو الحكم بالعاده فيديوهاته رائعه، يعني الاتصال فيه رائع، الشبكه عنده رائعه. هسه شلون الصوت؟ الحز زين. هسه زين هسه؟ هسه زين. زين. اكيد زين يعني. والله زين يا مرحوم الوالدين، يعني شوفوا زين. اي فمثل ما قلت لك الانسان لما يعصر الليمونه يكبها، يعني هم منا عصروا اليهود واخذوا منهم كل شيء اللي يريدوه فكبوهم وخلصوا منهم يعني. المهم ان نكمل الآية، يقول وقيل صلحا لقوله من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طبعا هذا الشيء مال دار أبي سفيان أنا أشوفه جدا مضحك. هم كلهم من سكنة يعني شو اسمه، من سكنة مكة، يعني اللي يدخل بيته روح يدخل بيته، ليش يروح عند دار أبي سفيان؟ يعني ما تقول لي ليش يدخل، هو لو يدخل المسجد أو يدخل بيته. أبو سفيان مثل ما تقولوا أنتم فنكة، ما أعرف شو تسموها أنتم بالسوري، فنكة من عنده طلع، يعني حتى يقول لك فنكة تسموها أنتم فنكة. يعني هو عم مسح له جوخ. أيوه عم مسح له جوخ إنه أبو سفيان من أغنياء مكة، فبده يكسبه لجنبه، وبده يكسبه لجنب الإسلام، ومعه فلوس أبو سفيان، وبيقوي دولته. يعني هي القصة ذكرتني بأبو سفيان كيف آمن. الصوت بعد زين؟ إيه. أبو سفيان قال يعني كل هذا اللي صار بعد يسموه فتح مكة، يعني يسميه احتلال مكة، يعني قال له يعني بعد كل هذا ما تآمن؟ قال له اما ان لا ان لا ان الله يعني هو الكبير العلي انا امن بها، اما انك رسول فعندي فيها شك. شوف يعني بعد ما خلص ويأس ومسكوا كمان قال له انت يعني عندي شك انه انت نبي، انا ما بصدق انك نبي. شوف الشجاعه اللي كان عنده ابو سفيان. يعني فاخر شيء قال له عمر بن الخطاب يا أبا سفيان لو قطعت رأسك من جسدك أعتقد راح تآمن إنه هو محمد رسول الله. ورأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله وآمن، وقال بقية الكليشة مثل ما نقول المحفوظة يعني.
فنطق بالشهادتين وامن. طبعا قال لك ليش تطير رقبتي وانا سيد القوم يعني. فهذا هو بالارهاب، الارهاب الفكري والارهاب الجسدي وصلتوا الى عقول الناس. لا تقولون دخلوا في دين الله افواجه، وين افواجه؟ اي افواجه هذا؟ انت لما داخل بالسيف طبعا دخلوا بيدك، وهذا اللي عنده اولاد، هذا اللي عنده بنات، هذا اللي عنده ام واب خايف عليه، طبعا يدخل في دينك نفاقا وخوفا يعني. انتوا ايات النفاق مليانه القران يعني. يعني سيف محمد دخل العالم من 1400 سنة في دين الله أفواجا، ونحن سنخرجهم من دين الله أفواجا، وانتظرونا يا شيوخ الإسلام حتى بالقلم لكم أولادكم، صدقوني أولادكم سنأخذهم من هذا الانحطاط الإسلامي. تفضل أخي يا عبد الحكيم. احنا نخرجهم بالفكر والقلم، ما نخرجهم بالسيف مثل ما هم أخرجوا. بالضبط. ايه، فالتكملة الآية تقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وقول الله حتى يقاتلونكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يقول الله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. طبعا هاي النسخة، لأنه لا مسجد حرام ولا أي شيء لستر بستار كعبة قتله، الأشهر الحرم اللي كان مقدس عند عبدة الأصنام ضربها محمد، يعني حتى قاتلهم في الأشهر الحرم، يعني قاتلهم في الأشهر الحرم، يعني استباح كل شيء، حتى الأشياء اللي أفكار يعني المشركين اللي يسموهم مشركين اللي كانوا يعبدون الأصنام، كان عندهم احترام لعادات وتقاليد العرب، كانوا أي واحد يتستر بأستار الكعبة كانوا ما يقربوا منه، عندهم يعني تقاليد عربية، أو واحد يلجا الى شخص يقول هذا صار بحمايتي ما يتقربوا منه الى ان يطلع من ذاك البيت. واكو عادات تقاليد في اشهر معينه يسموه حرام انه ما كانوا يقاتلون. فمحمد ضرب كل هالاشياء، خلاص الله معه يعني، الهه الوهمي معه، قال له مسموح لك كل شيء تسوي، يعني انت ما متين ما بدي اقتل، متين ما بدي اجيب، اودي اعمل براحتي، يعني انا الله منطيني كارت بلانش مثل ما يقول يعني. يقول ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام الا ان يبداوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل، كما بايع النبي اصحابه يوم الحديبيه تحت الشجره على القتال لما تآلبت عليه بطون قريش ومن ولاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ، ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أطفركم عليهم، وقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الآية هنا خلصت، بس اللي ريت أقوله أنه محمد لما إجا طلع أسوأ ما موجود في عادات العرب الوثنية اللي كانت يعني مقدسة وجميلة، باعتبار أنه عدم وعد، لما يوعدوا كانوا خلاص يعني ما يخلفوا الوعود بيناتهم، بس هو ما عنده رحمة، ما عنده يما حميني مثل ما يقول، كان يحاول بأي طريقة يلتف على المعاهدات، ويحاول بأي طريقة يوسع أفكاره وحتى يحصل مثل ما يقول سرقات أكثر، نساء أكثر، سبي أكثر، أموال أكثر، ذهب أكثر، انتشار أكثر. فهو بعد صار مثل ما يقول بطل عنده ستوب يعني، حتى الله لو حاجي يقول له اسكت أنت ما تعرف شيء، حتى كان الله يرميه على جنب لما إذا الله قايله في الآية ما تحارب يقول له اسكت ولا أجي لك فوق يعني يعني تبين من الآيات القتال اللي شرعها محمد، إنه اللي نفهمه منه إنه هو صار قوي، لما صار قوي ما رحم أحد،
قال لك اي واحد يوقف بطريقي انسفه لا مهما يكون مين يكون يعني. يعني اذا عندك اتصالات او شيء يعني قبل، على كل اصدقائي طبعا مثل ما بتعرفوا السكايب موجود عندكم، وانا راح افتح سكايب دقيقة واحدة، السكايب جاهز. اصدقائي يا ريت تتصلوا فينا، ويا ريت تشاركونا ارائكم واسئلتكم. طبعا انا بدي ارجع انوه على صفحة القناة اللي فتحناها جديد، هي قناة شبكة الملحدين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناطقين باللغة العربية. راح يكون أكبر تجمع على اليوتيوب لنا لكل الأصدقاء اللي حابين يشتركوا، حتى يراسلوني، اللي بده ينشر فيديوهات يراسلني. يعني حابين نعمل هالتجمع أكبر تجمع للملحدين الناطقين بالعربية على قناة اليوتيوب. ومثل ما بنعرف الفيسبوك راح يسكر، فما لنا غير اليوتيوب نبقى معه. يعني هذا اللي أظن باقي. على كل إذا في عندك أي تعقيب على القناة هاي أخي حكمت. والله انت يعني امبارح كلمتني عن الفكره، هي فكره جميله انه تسوي، من زمان انا مفكر فيها يعني، وتكلمنا فيها اعتقد معك مع سالو، وانت كمان الافكار اصلا متخمره كانت براسك، انه نسوي قناه موحده للكل. يعني نشوف القنوات يعني ذنيك القنوات الالحاديه تبقى موجوده، المجموعات بالفيسبوك والش اسمه ذاك يضل موجود، بس نعمل قناة موحدة للكل، يشمل الكل وكل الأفكار اللادينية العلمانية الملحدة، نصير مثل ما يقول نجتمع في مكان واحد، حتى أي فكر مثلا في مجموعة هنا في فكر، مجموعة أخرى في عنده أفكار أخرى أو كلام جميل أو مواضيع جميلة، كلها نجمعها في مكان واحد حتى نتحد. يعني أنا حتى عندي يعني أفكار إنه نعمل تمثيليات، يعني نعمل شغلات أغاني أو تمثيليات، اللي عنده صوت جميل كلمات موجودة جان، ونقدر نجيب أحد يلحنها ويغنوها، ليش لا؟ يعني مثل ما مسموح لهم كل شيء، إحنا كمان نحاول يعني يكون عندنا شيء خاص، يعني يكون عندنا قناة إلحادية نقدر نعبر فيها عن آرائنا وإنتاجاتنا، ونتمنى انه يعني تساندون القناة الجديدة. يعني انا بتمنى اذا في اصدقاء ممكن يعني موسيقيين يلحنوا كلمات الحادية، بس يعني كل هذا بكير عليه، واظن المسألة الفنية لسه ما وصلنا لها، لانه يعني اتمنى يصير في هيك حركات بصراحة. يعني نحن بحاجة، عنده تأثير كبير أخويا جان. صحيح، نحن بحاجة، بس يعني أنا ما أظن يعني إنه شبابنا وصلوا لهالمرحلة بالجرأة، تصل إنه أعمال فنية وأشياء من هالقبيل. يعني نحن لسه عم نلملم الناس، نشجعهم يطلعوا ويجهروا. فأتمنى إنه يجي يوم نقدر نعمل فيه بالفعل أعمال قيمة، يعني مثل ما بقول مثلا أغنية. أنا مستعد أعطي أي قصيدة من القصائد اللي عندي، بس يكون عمل مثل ما بقولوا عمل عليه القيمة، يعني وليس هات إيدك والحقني. يعني ما واحد عازف لي بزق أو عازف لي عود ترن 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 يجي لحن، هاي كمان ما بنقبلها. يعني بدنا شيء مثل ما بقولوا بروفيشنال، مهني، بيكون بكل معنى الكلمة. واظن يعني في المستقبل القريب راح يكون عندنا هالامكانيات هي. اتمنى ذلك. يعني لو عندنا بعض العازفين موجودين في يعني في، هو لا يخلى الامر، ولكن ما بعرف اذا في هالامكانيات الكبيره. يعني انا ما أكون عازف عادي يجي عازف، يعني ما بيهمنا انه الكم، بيهمنا النوعية كمان بكل تأكيد. يعني تفضل بالحكم. إيه
ما جاك أي اتصال نقدر ندخل على لا، على الواتساب؟ كل على كل على كل في انتظار اتصال اصدقائنا، ما في حدا متصل. وينك جانو؟ جانو اليوم مختفي عن الانظار، لا، يعني قال لي أنا موجود ومتابع الحلقة يعني. عم تابع الحلقة، ليش ما عم تتصل جانو؟ راح نعاقبه. راح خمس اسجلك، سنين أشخاص شاقة. انا اظن راح اسجله غياب لجانو هالمرة، يعني ما في جانو، انا بدي اسجلك غياب خلص، يعني امسك القلم واسجلك غياب، انتهى عصر جانو يعني، ولا تتصل مباشرة. اوكي. على كل اصدقائي، انا بس كمان بدي اقول بكره في عنا طبعا حلقه عن تعريف الالحاد، راح تكون الاخت رانيا معنا. جانو جانا جاء الوحي. جا لا لا جا جان جانو كاني سمع التهديد. جانو يعني ما تجي الا بالتهديد جانو. مش تهديد، جالس وبيعزف، مش هيك ايوه، سمعنا من معزوفاتكم. شو ما يطلبوا المشاهدين؟ يطلبه الجمهور. صوت واضح؟ بس علي علي علي، قرب الميكروفون. اخوي عم بيقول، بيسلم، عم بيقول انه الموسيقى حرام، مش هيك عم بعزف. برافو برافو برافو، اذا في كاستين ويسكي كمان. هذا الشيء حلو، حرام لعب، شنو حلال؟ والله الحلال، الحلال هذا محمد النجس، هذا هو الحلال. هذا الملحد يلا. اوكي، اعزف مثل ما بدك. على عين مليتين يا عين مولاي، جسر الحديد انقطع من دوز رجلي. تمام، شكرا 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 جانو. يا اهلا وسهلا. اجا آيات إرهابية، نرجع لموضوعنا، تفضل جانو. بالنسبة لهذا المجنون المخبول اللي اسمه محمد، طبعا يعني مشان هو عنده عقد كثيرة، فما بنعرف أي عقدة نفكها، يعني من أين نبدأ؟ وأي شيء إذا عمه ما سلم منه، يعني مين راح يسلم؟ يعني مين راح يطلع منه بسلامة؟ يعني إذا بيلعن عمه، إذا بيلعن أمه، يعني أمه لما طلب من الله أنه يغفر لها، فأبى الله، أبى أنه يغفر لأمه، فكيف أنه شخص نورمال بيقول أنه هذا عن جد نبي من عند الله؟ يعني شو هالتناقض يا مسلم، يا متدين اللي انت عايش فيه؟ ذكر اخويا ابو الحكم كثير نقاط، بس شنو سهرنا ناشفه بدون هو ذكر اكثر شيء، يعني بصراحه الحرب اللي الارهابيه اللي خاضها هو بالكذب، يعني خصوصا المعارك. يعني كثير سهل، يعني لازم يعرف المسلمين، كان كثير سهل انه الكفار القريش كانوا بيقدروا يقتلونه، بس لان كان عندهم يعني مساحه من الحريه، يعني حريات الراي، فمشان هيك ما قتلوه، والا كان كثير سهل انه يأجرون حدا يقتلوه. اصلا هن ما كانوا متوقعين يطلع منه كل هالنجاسه هي، يعني انه قتلوا، صح.
بالغدر. لما صار كذب، يعني كذب على، لان هذا اخوه بالرضاعه، فكان عنده ثقه فيه، ف كلمي اشم ريحتك واقتلك. يعني اذا هذا الدين يبني على هذا الاساس، فكيف راح يستمر؟ يعني كيف راح يقدر يستمر اذا الدين نصف اياته بس مشان النبي وزوجات النبي؟ كيف راح يستمر؟ يعني شو خلى للناس العاديين؟ يعني شو خلى؟ ما خلى اي شيء. يعني حتى الايديولوجيات الدنيويه اللي مثلا كونفوشيوس فيلسوف عادي نورمال، عنده حكمه كثير حلوه، بيقول لما يحكي مع شخص فقير، لما ترد عليه حسسه انه هو واقف قدام شخص فقير. يعني هذا الشيء ما راح تلاقيه في اي ديانات، هو شخص عادي نورمال. يعني فالاخ او الاخت مياس ما بعرف، المهم زعلان من البرلمان العراقي لان طلعوا قانون انه شرب الخمور ممنوع. بداية أسلمة العراق، بداية حاضنة العراق لإيران والبقية للسعودية. يعني مع الأسف السياسيين لازم، أصلاً ما بعتبرهم سياسيين، عبارة عن شوية بكم هدول شوية شوية حمير صايرين سياسيين يا رجل، يا ما بيعرفوا يحكوا كلمتين، طلع عليهم للأسف الشديد. يعني شيء مقرف. أخي جان، إذا بتسأل أي واحد منهم، أي واحد، شنو معنى السياسة ما بيعرف، خارج أي كلية بيكون، قول له عرف لي هذا العلم اللي أنت خارج فيه أو تخرجت فيه، ما راح يعرف. بالطبع. يعني شو متوقعين منه؟ يعني للأسف الشديد. لا، اللي في اليوم شفت واحد حبيبي، أنا مش معك، الله ما يرحم صدام، لأن إذا صدام كان شريف ما كان راح يجيب وراء هذا الأنجاس، هذول السياسيين الأشجار في ثمارها. يعني طبعاً كان صدام هن أنجس من صدام وصدام أنجس منهم، يعني نفس المزبلة. طبعاً وتحياتي لكم وبحبكم، أخذت من وقتكم. شكراً. ولا يهمك جانو. طبعاً في عندي اتصال من الأخت سارة، أنا بس بدي أتصل بالأخت سارة. أخت سارة، أنا بتمنى تردي علينا. أهلاً سارة، تفضلي. أهلاً جانو، كيفك؟ اهلا وسهلا. اسفين على التاخير. لا معليش، انا ايضا كنت في العمل واسفه ما استطعت اشوف الحلقه تاع صديقي العزيز حكمت، وحبيت نحييه وحبيت نقول له برافو عليك، وانا الحلقه غادي نشوفها بعدين، حاكل بعدين في الليل حشوفها، وحبيت نقول له فوالا بزاف، ونتمنى لك دائما دير لنا حلقات تنويريه، وراني دائما نتعلم أشياء جديدة ولو حي ونحيي. تسلم سارة، تسلمي. جانو قول لها برافو على الموسيقى، واو كلها روعة، وقول لهم احنا كل الحرامات نحبوها، اللي حرمها محمد نحبوها. نحن أهل المحرمات. سي نحن أهل المحرمات، يعني كل ما حرمه محمد سنرتكبه. هو حرم بصفة عامة، حرم الحياة، وإحنا عشاق الحياة، شو نعمل؟ بالضبط، نحن عشاق الحياة وسنقضي على عشاق الموت لو مهما طال الزمن، وبالقلم سنقضي عليهم ونلعن نبيهم الكبير وربهم الكبير كمان. طبعا بكل تأكيد. شو رأيك سارة، شو رأيك بحبيب بتحليل الكذب مثلا بحديث المعاريض، لما محمد يعني سمح لأصحابه انه يكذبوا
في سبيل نصرة الإسلام؟ أنا صراحة هذه الحلقات كثير كثير مهمة، لأنه معظم المسلمين، وأنا أيضا كنت يعني إكس مسلم، يعني ما كنتش متعمقة في الأمور صراحة. لازم والشيوخ هذوك ما يقولوا لهم هذا الشيء، هذا الشيء راه كثير مهم باش الناس عقولها. وأي أنا يعني هذا الكذب، واحد يقول روح اقتل، يعني شو بتستنى منه؟ غير الكذب يعني. صحيح. اكثر من القتل وزيد الكذب، يعني ايديولوجيه خطيره جدا على مجتمعاتنا وعلى شبابنا وعلى اولادنا صراحه. لازم نحمي هذا الايديولوجيه، لازم ننهيها صراحه، ولا على الاقل نحصروها في امكنه عبادتهم وبس. لما يخرج كانسان طبيعي. لكن هو المشكلة سارة، أنه الفكر الإسلامي عموما يعني مستحيل، مهما عملتي مستحيل يبقى في داخل المسجد، لأنه هو أصلا لخارج المسجد، ما هو مصمم لداخل المسجد. صح، معك صح. لكن على الأقل نحصروه، لأنه صراحة الآن كمجتمعاتنا انتشر فيها الإسلام هو خلف السلطة. يعني لو حتى خرجناه من السلطة، هذه خطوة جبارة نشوفها. بعدين لما يخرج من السلطة يبدأ ينحصر كما المسيحية حالا في أوروبا. يعني مستحيل أنا أشوف سارة، يعني مستحيل الإسلام يصير مثل المسيحية. يعني المسيحية كان لها أظافر، والعلمانية قلعت هذه الأظافر، لكن الإسلام مشكلة إنه هو ظفر، يعني بما له شيء، هو بذاته ظفر، هو لازم يعني يحتاج استئصال من الأساس، يعني لأنه ما فيه شيء لا يدعو للإرهاب، يعني ما فيه شيء لا يدعو لل يعني أي شيء فيه. هي أصلاً تفضلي تفضلي. وهذه الآية تاع، سامحني قاطعتك الكلام، حتى يقولوا هذه الآية تاع القتل وهذا الشيء، هو الإيديولوجية الإسلامية قسم العالم قسمين، كافر ومؤمن. بالضبط. هو الإنسان المؤمن يعني طبيعيا حيكون يميل للإنسان المؤمن ويكره قلعوا هذا، يعني فكرة صعب جدا. وأنا ما عندك حقيقة، لك نقول يمكن لو نقصلهم أظافرهم على السلطة، يمكن كان احنا كتنويريين يمكن نحصره أكثر. هو أنا اللي شايفه بالصبر، يعني بالضبط، هو اللي شايفه أنه الإسلام سينهار، يعني رح يجي يوم، وصدقوني رح يجي يوم تشوفوا الملايين عم تخرج من دين الله أفواجا، يعني بكل معنى الكلمة، يعني مثل أيام الاتحاد السوفيتي بالتسعينات، لما انهار الاتحاد السوفيتي وصارت ضجة على الاتحاد السوفيتي، وشفنا جدار برلين كيف حطمه، رح نشوف نفس الشيء اللي عم بيصير اللي صار بأيام الاتحاد، انهيار الاتحاد السوفيتي، رح نشوفه بانهيار الإسلام. وأنا متأكد رح يجي يوم الناس رح تهجم على الكعبة وتهدها بأيديها. يعني صح، هي الإسلام صراحة، الإسلام الجديد أو الحديث هو إسلام دولار، يعني بالصراحة يعني بالضبط إسلام دولار. صح، هي لو انتهى البترول أو الآن البترول يعني ما بيكونش عنده أهمية، حينتهي الإسلام. الإسلام واقف على آل سعود، صدقيني. أيوة. الإسلام واقف على آل سعود، وآل سعود آيلين إلى الانهيار قريبا، آجلا أم عاجلا، سنة سنتين ثلاثة، المهم قريبة انهيارا. وصدقيني راح نشوف الناس كلها تركت الإسلام بجهالها ومثقفيها وكل شرائح المجتمعات، يعني صح كلامك صح. وهم ليش بيسابقوا الزمن وبيعملوا حضارة وفنادق أطول فندق في العالم وكده، عشان يحفظوا ماء الوجه، عشان يقولوا أوكي عنا حضارة، قطر بتعمل هم عارفين غادي ينهاروا، عاوزين يعملوا حضارة بين قوسين يعني لحفظ ماء الوجه. أنا هذه هي فكرتي عليهم صراحة، لأنهم ما عندهم ولا شيء، هم يسافروا في التايم كما يقولوا في الوقت باش يطلعوا. صراحة يعني دبي أصبحت يعني
مدينة يعني ذكي كما يقولوا حديثة، لكن هذا هم يديروا هكذا باش يقولوا احنا يا جسمي لكن يقولوا بالفرنسي نحن هنا ورانا نكزيستيو. بصح هم غاديين حتى لو هم حضارة مش هم مدنيين بعقولهم يعني ينتهين يعني. أكيد يعني تحصيل حاصل، صدقيني تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. الإسلام منهار ولن يخرج عليه النهار. شكرا كثير أخت سارة، شكرا كثير على هذه الفرصة، وسلم لي على حكمة. شكرا كثير وسلم على جانوتي، وباي باي وفي ملتقى آخر. أكيد شكراً. أكيد سارة، شكرا كثير. أخونا حبيبنا أبو الحكم، إذا في عندك تعقيب على الاتصالين تفضل. طبعا يعني فرحوني كلش أصدقائي الأعزاء وصديقتي سارة، يعني جانوا سارة يعني إنه اتصلوا وشرحوا آرائهم عن الإسلام. طبعا هم يعني مو بعيدين عن الإرهاب الإسلامي، كابتشانو طبعا كردي والأكراد ياما عانوا من المد الإسلامي الذي يعني احتل بلادهم وضيع، قضى على ثقافتهم وسوى ثقافتهم ثقافة بدوية. نفس الشيء بالنسبة للأخت سارة، الثقافة الجميلة الأمازيغية المسالمة قضوا على الجمال اللي فيه، الترابط اللي فيه، السلام اللي فيه، من ضمن الدول تونس والجزائر والمغرب وليبيا وجزء من موريتانيا. يعني طبعا دول الناس اكثر الناس مضرورين، وحتى انا نفس الشيء، يعني انا من خلفية تركمانية وكردية نفس الضرر اجى علينا، يعني المد الاسلامي وصل الى تركيا وبدور تركيا جت احتلت الدول العربيه وصلنا احنا تركمان. يعني يعني اشكرهم انه عملوا مداخلات، واقول لهم احبكم وراح اشوفكم على الجروب الخاص، سلمونا على الجماعه اللي موجودين بالجروب. حبيت بس إذا تعطيني مجال أحكي لك جزء من الخطة الخبيثة اللي سواها وذكرني بشيء أنا ما غيرت. طيب أخي أبو الحكم، يا ريت سجل الخطة هاي واللي ذكرته، يا ريت سجله هلا مباشرة. مسجل؟ إيه خلاص. أوكي لأنه في الأخ عمران موجود على الخط وصل له دقيقتين تقريبا مستني، فأخي عمران تفضل. يا ريت علي صوتك عمران، منا سمعني هناك هيك تمام. تفضل. اول شيء تحياتي لابو الحكم ولهالحلقه الحلوه، انا وصلت متاخر ما شفتها من اولها. انا كان بس بدي اقول لكم انه شكرا كثير على الحلقه، على القناه اللي مساوينها للتجمع تبع الملحدين الناطقين بالعربيه. بتمنى تكون كثير خطوه كبيره، يعني اذا جمعت كل هالمشاركات اللي عندكم بكل قناه واحد فيكم فيها، يعني مستحيل بقى تتهكر. وبالنسبة للحديث عن الإسلام اللي عم ينحكى فيه، فأنا كتير بأيد الأخت سارة باللي قالته أنه الإسلام رح ينتهي بانتهاء آل سعود، ويمكن بينتهي بانتهاء آخر نقطة نفط بالسعودية. بالضبط. ومتابعكم بس حبيت مسي عليكم وكلكم شكرا كتير على القناة، يعني كتير فكرة حلوة بصراحة. أنا القناة هي أنا درجة أول أصدقائي، نحن سوينا قناة اللي هي كل قناة جامعة، يعني أكبر تجمع خلينا نقول للملحدين الناطقين باللغة العربية على اليوتيوب. طبعا هي فكرة أخونا رياض أمير البحث شجاع البغدادي طرح علي الفكرة، وأنا مباشرة أعطيته الأوكي، وحاليا نحن تقريبا أنا سال وقناة جسور، طبعا الأخ ديفيد رجل كهف، رياض أمير البحث الشجاع البغدادي، الأخ سامي التونسي، ومين كمان، المهم أصدقاء جايين على الطريق أنا متأكد، الأخ أحمد حرقان والقنوات الأخرى الحادية رح تكون معنا، كلتنا رح ننشر في هالقناة هاي. قريبا إن شاء الله بس ضبط وضعي أنا رح يكون عندي قناة عم نافسكم فيها. ولا يهمك، نحن بدنا زيادة قنوات
وخلي الصراع ما يسكروا يعني. نفسكم بالمزاح يعني. ولا يهمك ولا يهمك، على كل ما سكروا لنا القناة راح نرجع بقنوات أخرى أقوى بكتير صدقني، وراح يزيد الحماس اللي عنا أضعاف أضعاف. كل مرة يقاوموننا سنكون أقوى من أولي صدقوني، راح نكون أقوى. وأنا بتمنى من أصدقائي اللي متابعين إنه ينشروا هالقنوات، هاي قناتنا الجديدة اللي فتحناها الجهر بالإلحاد، ينشروها مع أصدقائهم، والقنوات الأخرى موجودة بالديسكريبشن بالوصف تحت الفيديو، يا ريت كمان تنشروها، وصلوها للناس حتى نقدر نوصل صوتنا للكل. وفيكم نحن بنكبر مثل ما بقولوا، ويعني ويا حي الله. طيب عمران في عندك أي شيء تضيفه؟ شكرا، بس وصل تحياتي لأبو الحكم وتحياتي لك جان، ومتابعكم أنا. حبيبنا عمران، شكرا كثير لك. تفضل أبو الحكم. طبعا أشكر صديقي، يعني فضل علينا مثل ما يقول إنه اتصل، ويعني عرض أفكاره وتأييده للفكرة. طبيعي احنا نرحب بكل الافكار من الاخ عمران وبقيه الاخوه اللي يأيدون القناه الجديده ويساندوها ويدعموها. واقول لعمران حبيبي احبك. يعني الشغله اللي حبيت اقولها اذا اكو مجال اقولها. تفضل اخوي الحكم. القصة كعب بن أشرف يعني فيها، هو أصلا لما جوي عليه هم أصلا من أصدقائه، يعني هذول اللي بعثهم محمد، يعني فيها تفاصيل كثيرة ما أدخل فيها، بس اللي هو من أصدقاء الكعب بن أشرف ومعارفه. يعني شوف هسه أربطها بالشيء اللي صار وياه، يعني الإسلام يشيل عندك شيء اسمه صديق أخ أب عم قرابة، ما في يشيله كله، وشي عمليا صار معي. المهم هي مرته قالت له ما تطلع، أنا شام مريحة غدر، هو من أصلا من أجمل شباب قريش كان كعب بن أشرف، يعني لأنه هجالي محمد سمح أنه يقتلوه بخسة ونذالة وأسلوب دنيء جدا ودوني، أنه الإنسان تجره بالحيلة مشان تقتله، إذا أنت رجال حارب الجيش واحتل المنطقة وبعدين ذاك الوقت تقتله ولو قتل أسير ما يجوز. لكن محمد استعمل أخس أنواع الأسلوب للقضاء على المعارضين. وهالشي شغلة ذكرتني أنا لما كنت بإيران، كنا إحنا أنا كنت سني ملتزم، بإيران مسكونا يعني وسجنونا إحنا السنة يعني، فكنا في سجن ما أحد ما يعرف عنا أي شيء. نعم؟ أنا بس عم بحكي مع سالة، على كل أكمل بعدين نرجع نحكي مع سالة. تفضل. أوكي، مو طويلة هي. المهم يعني كنت ساكن مع شخص بغرفة، وزعونا بغرف يعني، صديقي كان ساكن معي بغرفة، ووصل كلام للمسلمين انه هذا الشخص اللي جالس معي بالغرفه يوصل الاخبار للناس، يعني ماذا يمسح جوق حتى ممكن يطلع من السجن او شيء، ولا لسبب اخر من الجوق. فانا اول ما قالوا هذا جاسوس او يوصل كلام عنه وما اعرف شنو، يعني لما قالوا انا اول واحد تبرعت انه راح اضربه، يعني صرنا ثلاثه اربعه عليه رحنا ضربناه، ولا فكرت هذا اماكن معه خبز ملح، ولا فكرت انه هذا صديقي معه صار لي اشهر بالغرفه، رحت ضربته بكل خسه ونذاله مثل ما اقول، لانه هذا الدين كان الدين هو اللي يوجهني، الدين يقول لي خلص ما في صديق، ما في اخ، ما في اب، اضرب يعني اضرب. وضربته، وبعدين انا طبعا ندمت على اللي شي سويته ورا ما طلعت من السجن، وافكاري رويدا رويدا تغيرت، فانا اعتذرت منه هذا الشخص ورجعنا صداقتنا مثل قبل واكثر يعني. بس اريد اشوف انه ما في صديق غير صديق، هذا كعب الاشرف كان صديقهم صاحبهم،
من الاقارب اعتقد منه، بس غدروه وما همون اي شيء يعني. خلاص غسيل الدماغ موجود، لما تصير بالاسلام يغسل دماغك. انا كنت في يوم من الايام ممكن اقاطع اهلي على هالشغله يعني، ممكن اقاطعهم كلهم لانه لم يصلوا او لم يلتزموا يعني، بس صار العكس. على كل حال لا حبيت اقولها انه نشوف الاسلام شلون يغير النفوس يعني. اتفضل. اكيد. طيب سال، اسفين على الاطاله، وتفضل سال. لا لا مش مشكله مش مشكله، تحياتي، بس حبيت اتصل احييكم واسلم عليكم، ونعرف بالحكم يحب اصدقائه ويحب يسمع اصواتهم مع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وفي حلقاته. والتحيه لابو الحكم طبعا دائما على الجهود اللي يقوم بها. و جان قبل شوي شفتك ابتسمت هيك ابتسامة لغرض ما، لماذا ابتسمت؟ أنا دائما أبتسم، ذكرني بأي ابتسامة لأشوف قبل شوي يعني بعد ما بعثت لك الصورة. يعني الصورة بصراحة أنا ماني حابب أعرض لك أشياء. لا 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 تعرضها، لا أنا بس لا، هي صورة رائعة يعني، خليتنا تساوي فينا مثل محمد لما ترك الأصدقاء وراح عند زينب. يعني أخافوا على نفسي أنا أترككم هلا أروح شوي مشوار يعني. لا هي هذه الصورة مشهورة على صفحتي يعني، كل صلاة جمعة أنا أحطها يعني مع أذان الظهر. يا سلام يا سلام يا سلام. على كل سأل، مثل ما بتعرف حبيبي نحن سوينا الصفحة، شو بتقول بالقناة الجديدة؟ أكيد حبيبي أكيد، وصلت الانفيتيشن، thank you very much. I think فكرة رائعة، نجمع كل الشباب اللي الناشطين، كل الناشطين في صفحة واحدة، ورجاء حث يعني حث الآخرين على المشاركة، لأنه عم بشوف المشاركات لحد الآن ضئيلة جدا يعني، خاصة بعد ما خسرنا صفحتك وصفحتي كمان، المشاركات ضئيلة جدا يعني، الناس مش عارف ليش. على كل لا ولا يهمك سال، نحن قادمين مثل ما بقول، والأصدقاء رح يتعاونوا معنا طبعا، أصدقائنا اللزم مثل ما بقول، أصدقائنا القريبين أكيد، أنا متأكد من يعني إخلاص لصداقتنا، وأنا متأكد إنه راح يتعاونوا معنا وراح يوصلوا للناس كلها أصواتنا، وفيهم نكبر يعني مثل ما بقولوا، وبس بده كمان شغل مننا نحن يعني. أكيد أكيد نحن مستمرين يعني، ومع جماعتنا أكيد أصحابنا المخلصين مستمرين معهم. وبس حبيت أتأكد يعني، البلاد الساقطة تحت الاحتلال الإسلامي لسه بخير، لانه اما سقوط الاسلام او كلهم سيصبحوا افغانستان على الاطلاق، كل بلد ينفذ شريعه محمد راح يكون مصير افغانستان اكيد. وللاسف يعني يصحون المسلمين وننهض بهاي الشعوب البائسه المسكينه. وطبعا ابو الحكم بن كثير اخي الحبيب له دور، راح يكون دور كبير مشرف بهذا النهضه بتعرية محمد وصعاليك. زعيمنا أبو الحكم، زعيمنا. أنا وأنت كمان حبيبي لازم أسميه زعيم لأبو الحكم. أبو الحكم هذا وما أدراك ما أبو الحكم. زعيم الملحدين. أنا لسه ما أسمعت صوته باي ذا واي، ما أسمعت صوته. سمعنا صوتك أبو الحكم. حبيبي سال يعني صراحة خجلتني وخليتني على وشي من الخجل يعني. هو انت وزنا خجلتوني انت وكابتن يعني احنا كنا هدفنا واحد انه نقضي على كلنا. ابو الحكم سال ما عم بسمعك، وفي اظن مشكله. السؤال هو عم بيقول لك انت وجان خجلتوني، يعني نحن خجلنا لابو الحكم، بالعكس يعني ابو الحكم، انا بقول ابو الحكم هو زعيم بكل معنى الكلمه يعني. كثير وامثالنا نازلين على هذا الكوكب.
صحيح صحيح حبيبي. طب شكرا لكم، اشكرك اشكرك كثير سالم، اشكرك. التواصل والنجاح المستمر. تسلم تسلم يا طيب، مع بعض اكيد بايد وحده كلنا رح ننجح اكيد بكل تاكيد، ونقضي على هالدين النجاح سالم. المشاركين والاصدقاء المتابعين تمام بكل معنى الكلمه. شكرا شكرا حبيبي. ابو الحكم تفضل. ابو الحكم انا اسف كثير يعني اذا لا لا يعني اتمنى الاخ سال هسه يروح على اليوتيوب اذا ما قدر يسمعني، انا كان عندي نفس المشاكل لما اتصل ما اسمع المحاور. فال يعني مثل ما اول شيء اقول له انا زعلان من سال، يعني صراحه زعل كبير، يعني شلون يشوفك هيك الصوره قبل ما يشوفني اياها. يعني تريد تفضحنا، تريد تفضحنا ونعرضها للناس يعني خلي يشوفوها. لا اقربونا ولا طبعا اشكره حبيبي سال انه اتصل، اخويا الصغير سال، وانت الاخ الاكبر منه، لك انا اكبر منك صح، بس انت تبقى اخوي يعني واستاذي، والاستاذ سال همين استاذي. انتوا بداتوا بهذا المشوار واحنا مثل ما يكون تحت اجنحتكم احنا يعني. ويعني سال له فضل علي، وانت يعني اقوله دائما الاخ جان والاخ سال هم اول ناس اللي قدموني بال لقاءات، سواء اللقاءات او الحلقات، ولما دائما هذا الشيء ما انسى نهائيا. واحنا كنا اصلا هدفنا هو يعني هي التوعيه، انه الانسان يشيل الفكر الارهاب من راسه، هذا اهم شيء، تشيل فكر الارهاب من راسك سواء تفكيرا او فعلا او كلاما او اي شيء، لانه انت يوم من الايام ممكن تتحول من انسان بسيط وديع الى ارهابي في ليله وضحاها، مثل اللي حصل الاخ اللي بفرنسا، كان انسان قمرجي مخدرات وشغلات، بلحظه واحده داعش قدروا يغيروه خلال 3 أسابيع خلوه يعمل هاي العمليه، وغيره من الامثله كثير، اللي قتل ابوه واخوه وعمه، اللي قتل اقرب الاقربين، اللي سوى اشياء ما حدا كان متوقعها، يسال الجيران يقول لك هذا الشخص كان انسان وديع طبيعي، واحد بس دخله من ناحيه الدين وجاب له ايه قال له انت كافر اذا ما تسوي هالشيء، الايه تقول كذا وكذا وكذا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، وتكملت الايه انه اهل النصارى واليهود يعني يدعوك دائما يلاقوا مثلا قنبله موقوته، الايات القرانيه قنبله موقوته ممكن اي واحد يستعمله في اي وقت، في نفس ضعيفه، في انسان غير واعي يشوفه عنده الحماس، بعده شاب صغير بين هم يستغلوا الناس اللي بين ال 15 عام الى 30 عام، هم عارفين هاي هذول الناس اللي ممكن تجنيدهم وعمل عمليات ارهابيه بهم، تشوف انسان وديع وما عنده اي شيء فجاه يتحول الى وحش كاسر ما يعرف قدامه، ما يشوف قدامه، يقتل اي واحد بس ينطلب من عنده يسويه، ويتامل انه يروح للحوريه وما راح يلاقي غير الدود والتراب اللي تستقبل جثته، يعني لا يفكر انه راح يوصل للسماء راح يشوف حوريات، هذا الشيء خليه ينساه يعني. فاتمنى من الاخوان، اعتبر هذا كلامي الكلمه الاخيره، انه اتمنى من اخواني انه يبحثون، خليهم يبحثون، احنا يابا غلطانين، روحوا ابحثوا، نقول لكم على مصدر، على سورة، على آية، على أي كلام نقول لكم يا صحيح البخاري، تفاسير من كثير، القرطبي، طبري، أي واحد نقول لكم عليه روحوا عليه شوفوا تأكدوا أن لا إحنا غلطانين، نشذب عليكم، مصادر كلها قدامكم، ابحثوا بدل ما تقولوا أن أنتم غلطانين، روحوا ابحثوا وتعالوا واجهونا قولوا أنتم قلتوا كذا غلطانين، فلان حديث غلط، فلان آية غلط، حتى إحنا نقدر نسد حلقنا إذا أنتم قدرتوا تواجهونا بالمنطق والعقل. فيعني اتمنى من الاخوه كلهم يعني المسلمين انه اللي يشاهدونا انه يفكرون شوي بعقلهم، هل هذا الدين اللي وصلك للخوف والقتل والارهاب هو الدين الصحيح؟ اذا كان لا، وكل الاديان
إذا كان لا 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 ابتعد عنه، على الأقل ابتعد عنه. لا 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 سيد حكمت أرجوك، يعني كل الأديان، يعني أنت صرت تخلط عباس بفرناس. يعني هلا مثلا ربنا جلدة الحنفية بدك تساوي مع الله، يعني جلدة الحنفية العادلة هي الدين الصحيح الدين الحق. لا وهذا أبدا، هذا الدين فيا ريت ما تخلط لي عباس بفرناس. هذا الدين دين تبعنا، هذا دين تبعنا، دين المحبة، دين السلام. أنا أقصد الأديان اللي يدعوا أنه من السماء يعني، وكلها ليس فيها عقل. لكنه إحنا ليش نركز على الدين الإسلامي؟ الدين الإسلامي فعلا بعلانية يقتل ويدعو إلى القتل في كل مكان، إذا تلاقيه في كل دول العالم، حتى وصلوا أمريكا اللاتينية يعني، ما خلوا أفريقيا، آسيا، أوروبا، ما خلوا أي مكان ما عملوا فيه واحد عمل. واحد بيروح يفجر حاله بالقطب الجنوبي، راح فجر حاله بالبطريق. دعا كيف؟ البطريق، اسمع شو، دعا البطريقات دعاهم للإسلام، فما لبوا الدعوة، قام فجر حاله بطريقات المساكين. على كل المعنى الأخ روي، أخ روي الكافر روي، عفوا الكافر روي، أهلا وسهلا فيك. تفضل يا كافر. عصبتني هيك مع البطريق انه راح يشرب الدعوه بالقطب الجنوبي. ما قبل. ما زبطت معه. تحيه لك جان، كيفك حبيبي؟ تحيه لك، تحيه لك، اهلا وسهلا حبيبي، اهلا. الحقيقه تعقيب على اول شيء، بدي اهنيك على القناه الجديده اللي افتتحتوها. خطوه جباره، خطوه رائعه. بتمنى انه كل الناس يعني تشترك بالقناه وتشجع القناه اكثر، لانه هذا حيكون منبر كبير للموحدين العرب، وصوت يعني ممكن انه يوصل لاذان الناس اللي لسه نايمه ولسه في عندها عايشه بحاله من غسيل الدماغ، اللي للاسف معظم شبابنا وبناتنا عايشين لهذا اليوم. تعقيبا على موضوع الحلقه اللي عم تحكوا عليها بايات ارهابيه، هو الدين الاسلامي يعني منذ البدايه، وانا على فكره يعني ذكرني هذا العنوان بحادثه حصلت معي انا، وكانت سبب تركي لابتعادي عن الدين الاسلامي وتركي لهذا الدين. بسوره النساء الايه 24 اذا بتذكروها، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. طبعا هي الصورة لما أرسل محمد جيش إلى أوطاس فقتلوا من قتلوا من الناس وأصابوا لهم سبايا، فأصحاب النبي استحوا كيف بدهم يمارسوا الجنس مع هذول السبايا، لأنه هذول نساء متزوجات. فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. سورة النساء الآية 24 يعني حلل، تخيل رب العالمين حلل اغتصاب النساء المتزوجات. خلينا نتخيل كلياتنا مع بعض، نحن انه شخص انت متزوج عايش مع زوجتك، بيجي شخص من بلد غريبه بيغتصب ارضك، بيغتصب حقك، بيغتصب حياتك، وبيغتصب زوجتك، وانت يجب ان تقبل، لانه محمد واصحابه يسمح لهم ما لا يسمح للغير. للأسف الشديد، للأسف الشديد، يعني هلا يكون واحد طالع لك من الصين مسوي حاله نبي، ويقول لك يجي يهجم على بلدك ويغتصب مثل ما قلت واحد أخته مرته كل هال، ويقول لك هذا دين من عند الله. يا بتؤمن هي المعضلة الموجودة بالإسلام، وهي المعضلة الكبيرة اللي نحن عم نواجهها اليوم، واللي في بعض الاشخاص القرانيين اللي هن عم يحاولوا انه يقولوا انه لا، هي الاحاديث مو صحيحه، ونحن نجب ان يعني هذا صحيح بخاري ومسلم، هذول الاحاديث هذول معظمها مو صحيحه، والنبي مستحيل يعمل هيك، وما كان شتام وما كان قاتل. لكن طبعا هي الامور بتتعارض تماما مع السنه النبويه ومع الحديث يلي 99% من المسلمين حول العالم يتبعونه يعني بشكل اعمى يعني. ف للاسف جان، هذا الدين
يعني كان قائم على 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 العنف وما زال قائم على العنف. يعني انا هذيك اليوم عم بسمع محاضره بشيخ اسمه ابو اسحاق الحويني، اذا بتعرفوا الحين. اه طبعا الحيواني الكبير هذا، الحيواني الكبير هذا اكبر واحد فيهم. هذا عم يقول انه حل المشكله الاقتصاديه بالوطن العربي. قال شو بنعمل؟ بنطلع غزوات، كل واحد منكم بيطلع غزوه بشيب راسين ثلاثه هيك بالحرف، قالها راسين ثلاثه. صحيح وبرجع فيهم وببيعهم. تخيل يعني لوين هدول الناس، تخيل المشكلة الحقيقية والمعضلة الحقيقية إذا هدول الناس وصلوا للسلطة أو للحكم ببلادنا، شو ممكن يصير فينا نحن شعب؟ يصير فينا خراب مثل ما صار في سوريا والعراق يعني للأسف الشديد. بدنا نرجع للعصور الحجرية، نحن يعني انتهينا يعني كأمة وانتهينا كشعب، انتهينا نحن بنكون. فنحن العمل اللي عم نقوم فيه جان هلا واللي أنت عم تقوم فيه وأصدقائك وضيوفك مشكورين، هذا الشيء جدا جدا مهم. ويجب نحن دائما انه نشهر بالالحاد ونظهر على الشاشات ونناضل. حتى يعني رغم انه عم يحاولوا الصناعيم يسكروا القنوات، عم يحاولوا انه يحاربونا وعم يحاولوا، هذا دليل ضعف عندهم. ونحن حنستمر وموجودين ونحن غصه بحل اونجان بكل تاكيد بكل تاكيد. يعني نحن غصة بحلقهم، ومو بس غصة، نحن سكين بحلقهم ورح نقطع لهم الزغاليل، ورح نقطع زغاليلهم لغاليغو عفوا، حنقطع لغاليغو. يعني الإسلام انتهى ونحن اللي رح نقطع اللغاليغ طبعا تبعهم. وكتر خير الانترنت وكتر خير الكفار. يعني عصر العلم اجا والانترنت هو النور اللي يكشف الإسلام ويكشف كل شيء خرافي. ونحن لها مثل ما قال عادل إمام، ونحن لها. طب شكرا شكرا لك وشكرا لضيفك، يعطيكم العافية. شكرا كثير حبيبي. تشاو باي باي، مع السلامة. طيب